كنجدو ترحاب وتحية الصباحية لكل المستمعين الأوفياء وخاصة العدل تحقوا بنا اللحظة. غادي نمشيو مباشرة الأولى فقرتنا شهوات لالا مولاتي ونتواصلوا مع ملكة أم سارة من الدار البيضاء. ألو ملكة. ألو صباح الخير. كصبحتي لاباس عليك؟ لاباس يطول عمرك. الله يبارك فيك، تحية كبيرة ليك ولكل الأسرة ديالك ولكل مستمعينا في بشرى الخير، كنوجو لهم تحية كبيرة بزاف بالحي محمد. الله يبارك فيك، انتي لاباس عليك؟ الحمد لله بارك الله فيك. الطاقم التقني كله بخير. الحمد لله، مرحبا بسلامك ملكة. الحمد لله، الله يطول عمرك. تحية أختي من عند السعودية مديرة تكلم الملك بزاف. إيه بلغي لها السلام. واحد من ولد حسان كاع تيسلموا عليك. مرحبا بسلامهم. وأنا تحية خليها ليا في الآخر. إن شاء الله، ختام مسك مرحبا. شنو اقترحتك اليوم المستمعة ملكة؟ إيوا غادي نعطيك واحد الحمام معمرو ما مدوزو. إن شاء الله. ونعطيك واحد الحلوة ديال عيد الميلاد هكا. إيه. تكون بسيطة، أي وحدة مبتدئة تقدر تديرها. ونعطيك واحد لي صابلي ان شاء الله. واخا كيكه والحمد لله طال الله الخير، خاص غير الوقت. واخا ان شاء الله، ندعو على بركه الله. الحمد لله، بسم الله، وتحيه لكاع الناس اللي تيتصلوا بيا. مرحبا، تحيه كبيره ليهم. عندنا الحمام. الحمام انا غادي نعطيهم غير الحمامات. ايه، لان هاد الحمامات تبارك الله راه تيغديو ربعه ديالنا حتى لستة. واخا غير الحمامات صغار ما نحضرهمش. التقنيه كتبقى دابا غير في كيفاش غادي يطيبوا. واخا هما ساهلين، غير البيض والحمام، هادشي اللي اللي فيهم. عندنا جوج حمامات اللي غادي نقيهم خاصهم يتنقاو مزيان باش الجلده ديالهم ما تمش، خاصها تكون تقبات. واخا المؤخره ديال الحمام تنحيدو داك شويه، انت فهمتي. وغادي نخيطوها مزيان، نخيطوها ونعاودو ندوبلوها. تنفتحو تنهبطو العنق بحال غنفسخو. وتنقطعو العنق، خاص الموس يكون حاد شوية، وتنحيدو داك العنق. والجلدة خاصة تبقى ما متقوباش. تنوسعو من الفوق ديال العنق بالصبع ديالنا، ومن تما فين تنخوي تنفرغوها. هكداك واخا. وتتغسل مزيان بشوية تشكيل جبير ومليحة كيف تنغسلو الدجاج. وتنخليهم تتسقطرو مزيان. عندنا 10 ديال البيضات. 10 البيضات تنديرهم في الخلاط. تنزيدو عليهم واحد البصلة مشلضة. تنزيدو شوية ديال الملحة. تنزيدو القزبر والمعدنوس. تنزيدو شوية نص معلقة صغيرة القزبر يابس. عندنا 4 معالق ديال الياسر. وعندنا الإبزار والشبنجبير والتحميرة واحد شوية. كلشي العطرية تسكن. نزيدو جوج معالق كبار دقيق الفول. تنطحنو هادشي في الخلاط. تيكون عندنا داك الدواز. ايه. عرفتي اللي تنديرو به؟ ايه. هذاك تنديرو في العنق ديال الحمامة. ايه فعلا. وتنعبرو جهة كاس تقريبا، خاص الحمام خاص ما تكونش عامرة حتى الفم. حيت إلا عمرات تقدر تفرقع. تنعمر تقريبا ما وصل بحال أكثر من النص. ايه ما تكونش عامرة كاملة. وتنشدو داك العنق تنعقدو بواحد الخيط تنزيرو بحال عقدنا شي خنيشة. ايه. نعقدو مزيان. وهكاك الثانية تقريبا هادو غادي يجيو في دوك 10 البيض يجيو فيهم بجوج. تنشدو واحد الطنجرة تنديرو فيها الماء، تنديرو فيها ضامة ديال البنة وورقة سيدنا موسى وواحد الربعات ديال القعقلة. ايه ياك مفهومة غادا غير بشوية. لا لا متبعين معاك. وانتينا في الطنجرة نديرو الماء وضامة البنة. ضامة البنة وواحد ربعات الحبيبات ديال القعقلة. هذاك الماء. ايه. وواحد شويه داك الضامة البنة صافي ما غاديش نديرو الملح، حنا داك الضامة البنة كافية. يعني غير الماء وضامة البنة وقعقلة ربعة قعقلة وجوج معالق ديال زيت العود. واخا. تمشي ليا وجوج معالق زيت العود حتى مع البيض. حتى مع البيض واخا. مع العطرية وداك الشيء نضيفو. العطرية جوج معالق زيت مع العطرية وجوج معالق في الطنجرة اللي فيها الماء. تنحطو دوك الحمامات. ايه. حتى تيطيبو. غادي راه الحمام تياخذ شويه الوقت. قلتي لنا الماء مع البصله ياك؟ ياك فيها بصله؟ لا الماء فيه غير ضامة البنة وفيه قعقله وفيه ورقة سيدنا موسى. ورقة موسى، إذا شي حاجة ناقصان. إيه واخا قلتيها وشي حاجة ناقصان. واخا ورقة سيدنا موسى وقعقله وضامة البنة وجمع معالق ديال الزيت البلدية. واخا الزيت البلدية قلت لك على الملحة، قلت لك حيت حنا غير الضامة ديال البنة. إيه الملح هذا والملحة. أنه في البيض راه حنا درنا مليحة صافي حتى تيطيبو. ملي تيطيبو تنشدو واحد شوية ديال مطيشة الحوك تنزيدو على المطاغ وشوية الهريسة وتندهنوهم مزيان وتنديرهم في الفران. ايه يتحمرو. يتحمرو. هذاك الماء
تنحيدوا ديك ورقه سيدنا موسى وضعها في المريقه. هي المريقه والا بقى قليل على حسب الرز، الا بقات عندنا تقريبا زلافه ديال الماء تنقدروا نزيدوا جوج زليف اخرين. اييه على حسب الرز، راه الرز الا درنا زلافه تنديروا الدوبل ديالت الماء فعلا. وتنلوحوا الرز في هذاك الماء، قبل ما تنلوحوا تنديروا واحد الحفينه ديال الشعريه ديال الصفه، تنحمروها بشويه الزبده وتنخويوها على هذاك الرز حتى تتنشف. تيكونوا الحميمات عندنا راهم تحمروا وقلبناهم في الفران وتنقسموهم على جوج. ايه تتقسم على جوج، عرفتي راه جربيها راه تيجي رائع ان شاء الله. ايه فعلا، ولا هذه اللي وراها ليا هو عنده الحمام وتيصيدها للضيوف ديالو ملي تيجيو عنده ديال الحمام. ايه بحشوه مختلفه الله يعطيك الصحه. الحميم راك انت تتعرفيهم. ايه هما تيصيبوا هاد لاتي وانا خديتها من عندهم وراه هي رائعه زعما مجربه تتجي غزال، ولكن التقنيه كلها تتبقى غير في التصاويب وفي العمق، كيفاش انه خاصو الخاطر يكون استيداد الفران باش ما يتقبوش الجلده ديال العمق. هكداك داك الفران ما خاصوش، داك البيض ما خاصوش يخرج، وراه هو تتجي غزال زعما غادي تجربيها السيدات يجربوا ان شاء الله. وإلا بغاو يديروها يديروها مثلا في الدجاج، ما يديروش الدجاج الرومي يديروا الكروازي، هي تتبغي اللي عنده الجلده قاسحه. يعني اما حمام اما بحال دابا مثلا الكوكلي. لا الكوكلي لا، لا الكوكلي حيت الجلده ديالو رهيفه رهيفه بزاف. لا ما تجيش الكوكلي واخا، يعني يكون دجاج قياس صغير هكا و لا اذا كان هذاك الكروازي يكون صغير بحال الفلوس تيكون واخا تيكون حتى هو صغير، الا الكوكلي لا ما تجيش فيه حيت الجلده ديالو مازال تكون تنقي فيه الجلده ديالو تتفزر فعلا. تبارك الله عليك اللا ملكه، خليك